ये सिलसिला خبرني وين كنت؟ بدي أعرف أنا شو قيمتي بحياتك. حاولت كتير أتصل فيك وأنت ما رديت علي. أحكي اللي ليش ما رديت علي؟ ليش ما رديت علي؟ حضرتك وين اختفيت؟ أنا قلقت عليك. كيف عم تقول إنه نحن لازم نبعد عن بعض بهي البساطة؟ تقدر تتخلى عني بهي السهولة؟ أنت رح تعيش بدوني؟ أنت قلت أنا مو إلك، بس ما عم تتحمل تشوفني مع شخص غيرك. ما رح أسمح لك تروح من هون. أنت ما فيك تتركني هيك وتروح. اللي بعرفه إنه لازم اسمع كلام قلبي ومشاعري تجاهك، وأكتر شي بعرفه هو إنه بدي أكون معك كل العمر. كون صادق هالمرة وواجه مشاعرك. أنا ما رح خليك تتركني وتروح. حط هالشي حلقة بإذنك، ما رح خليك تمشي. شو مالك شايف قدامك يا غبي؟ لك شبك عم تمشي هيك مثل المجانين؟ كنت راح تروح حالك. يلا امشي بطريقك. يلا ما تبلينا. يلا جاي فورا. شو هالمفاجأة الحلوة؟ لو أني تمنيت أي شيء كان تحقق. شو هالصدفة هاي؟ ما رح تصدقي، كنت رايح لعندك. أنت منيحة حبيبتي؟ إيفير، أنا منيحة كتير. شوف، في موضوع ضروري بدي أحكي معك. ماشي، منحكي بالبيت. لا ما بدي. أهلك بالبيت وما بدي يسمعونا. بصراحة ما رح أخذ راحتي بالحكي، لهيك خلينا نروح على شي مكان لنحكي هنيك، لأنه الموضوع كتير مهم. شو رأيك؟ مو أحسن لنا هيك؟ موافق، يلا أمشي. أنا بعرف إنك رح تاخدي القرار الصح ميستي. اسمعي قلبك شو بيقلك، وكل شي بعدين رح يكون منيح. يلا يا بنات، الفطور صار جاهز. أنا عملتلكن الأكلات يلي بتحبوها. يلا
عملت لكم بيض مقلي وحطيت جبنة ومربى وزبدة كمان. وين ميستي؟ مانا هون، طلعت من شوي. غريب، طلعت من دون فطور؟ هي من شوي كانت هون. تيتا هي بتفطر كل يوم، بس اليوم عندها شغل مهم كتير ورح ترجع بس تخلص. بس تيتا من اليوم ورايح ما لازم تقرري شي عن ميستي، خلص تركيها على راحتها. تعالي عادي شوفي. عن جد ما في أحلى من هديك الأيام، بتجننوا وانتو صغار. أنا بتمنى ضلوا فرحانين والضحكة مزيني وجوهكن دايما، ويبعد عنكن المشاكل يا بناتي ويحميكن. دائما بصير بفكر إنه شو يلي فيني أعمله لحتى تكونوا بألف خير وتضل المشاكل بعيدة عنكن. بتمنى تضلوا مبسوطين، وسعادتكن رح تكون هي غايتي بهالحياة. لما توفوا أمكن وأبوكن كنت حاول دايماً إنه ما ينقصكن شيء أو تحسوا بالفرق، حاولت عوضكن عن كل شيء كان ممكن يقدموه، وهيك ما بتحسوا بالنقص إن كان حب ولا حنان. حاولت أخذ دور الكل، بس أنتوا التنتين ما عذبتوني أبداً بتربايتكن، دايماً جنب بعض إن كان بالحلوة ولا إن كان بالمرة. أنتوا كنتوا تحكوا كل شي لبعضكن، ما تخبوا شي، وأحلى شي كان بعلاقتكن هاي هديك القوة اللي كنتوا تعطوها لبعض. قوتكن هي سبب قوتي، خليكن هيك دايماً، وضلوا احكوا لبعض عن مشاكلكن وما تخبوا شي عن بعض حتى بقراراتكن. وصدقوني هيك ما في شي بالدنيا بيقدر يغلبكن. أنا بحس إنكن روح وحدة موزعة بين اثنين، هالروح موزعة بينك وبين أختك. أوعكن تتغيروا مع بعض، ضلوا هيك عم تضحوا كرمال بعضكن، ولا تخلوا هالروح الوحدة هي تنقسم لروحين. أوعكن تسمحوا بهالشي أبدا. إذا بتريدي وبشو ما أغرتكن الحياة، ضلوا عم تفكروا بمصلحة بعض، وخليكن عم تقعدوا وتفكروا سوا وتتخذوا قرارات تناسبكن. وصدقيني على قد ما بتحبوا بعض رح تكونوا أقوى بكتير، وبحياتكن ما بتخسروا بعض. ولو شو ما صار بهالدنيا ما رح تتخلوا عن بعض، كوني واثقة. ميستي بلشتي تخوفيني، ها؟ احكيلي شوفي شو صاير. أنا ما فيني أتزوجك فيه. ميستي شو يلي عم تحكي؟ قليلي إنه أنت عم تمزحي. فير أنا ما فيني أتزوجك. وهذا الشي عم قلك يا بصراحة. ميستي
انت جنيتي؟ ملاحظة حالك شو عم تحكي؟ الزواج مو لعبة، امتى ما بدك انت بتلعبي فيها، وامتى ما بدك بترميها وبتقولي ما عاد بدي. فير، بعرف انه الزواج اهم شي بحياتنا وكنا عم نخطط له من زمان، لهيك انا آسفة. آسفة؟ بهالبساطة؟ وخلص بتنحل القصة. ميسي، انا يلي آسف، بس ما عم بفهمك. اذا ما بدك ياني ليش وافقتي علي من الاساس؟ شو ما كان السبب، كان على القليلة لازم تخبريني. نسيتي انه الكروت توزعت وعرسنا رح يكون بعد كم يوم بس؟ ليش ساكتة؟ طالما ما كان بدك ياني، ليش خليتينا نخطي هيك خطوة؟ حاسس حالي مخدوع وانضحك علي. ميسي، كل ما يكون مزاجك معكر أو تكوني مو مرتاحة، كنت إجي وأسألك شو فيه أو شو صاير، وأنت كنت دائما تقولي إنه ما في شي. مين لازم صدق هلأ؟ شو ناطرة مني هلأ؟ ميسي، قولي لي، أنا شي مرة زعلتك؟ حتى لما أكون معصب دائما كنت أتفهمك وحاول إنك ما تزعلي مني، ليش هيك ميسي؟ لك احكي شي، شو يلي خلاك تنهي علاقتنا؟ الحب. فير، بالأول كنت مفكرة إنه يلي بيننا هو حب، بس لما عرفت شو هو الحب تأكدت إنه علاقتنا ما كانت حب، كانت شي تاني. فير، صدقني، من لما عرفت شو هي الحقيقة جيت وخبرتك لأنه ما بدي خبي عليك. ما كنت أتقبل فكرة أني يكون عم خونك. صدقني أنا بحترمك كتير ورح كون دائماً ممنونة لإلك كرمال الشي اللي عملت لي إياه طول هالسنين. فير، لو سمحت لا تروح، أنا كان بدي أحكي لك الحقيقة وما خبي عليك. انت إلك الحق تعرف سبب انفصالي عنك. خلص بكفي، لو سمحتي، اخذتي وقتك وزيادة وبتوقع بكفي اللي سمعته. انا بعمري ما توقعت انه تكون هي نتيجة حبي إليك ونتيجة اللي عملته، وهيك بتعملي فيني؟ إذا هادي اللي شايفتي وإنه ما في مستقبل لعلاقتنا، فما في داعي تشرحي شي، لأنه مو فارق معك من الأساس. فير، بعرف إنك كتير مزعوج، بس بدي إياك تسمعني بالأول. تعرفي شو ميستي؟ حتى لو ما حبيتيني بعمرك، بس أنا كتير حبيتك. خلاص بقى، إذا بضل معك لسه لحظة واحدة يمكن إنه أغلط بحقك. فير، لو سمحت استنى. فير،
فير، أنا ما خبرتك كل الحقيقة وهالشي غلط كبير. ما بعرف شو كنت عملت لو عرفتها. لما تعرف عني وعن روهان رح تنجرح وتتوجع كتير، بس أنا بعرفك كتير منيح. رح تتقبل الفكرة حتى لو بعد فترة طويلة لأنك شخص واعي، ويمكن تقدر تسامحنا كمان. صدقني ما عاد أقدر تخبي هالشي أكتر من هيك. رح استناك لترو. بس تروق رح أرجع حاول مرة تانية وأحكي لك الحقيقة كلها، وبظن أنك رح تسامحني أنا وروهان وتتفهم وضعنا. رح تسامحنا مو هيك؟ خير إن شاء الله. معقول تكون ميستي تخانقت مع فير مرة تانية؟ مرحبا ستراديكا. أهلين وسهلين ست نينا. خير في شي؟ لا ستراديكا، شو بده يكون صاير يعني؟ أبداً ما في شي. معقول يعني ما منحكي مع بعضنا إلا إذا كان صاير شي مثلاً؟ حطي ببالك، نحن هلأ رح نصير قرايب وعائلة واحدة كمان، لهيك فيني اتصل فيكي بأي وقت. أماني لا تواخذيني، ما قصدي، صدقيني انشغل بالي مو أكتر. طبعاً فيكي تتصلي بأي وقت، تفضلي عم اسمعك. كنت عم أقول لحالي أنه أتصل فيكي لأسألك شو بتحبي تاكلي أو شو أكلتك المفضلة؟ يعني أنا باكل أي شي، يعني ما في شي محدد صدقيني، كل الأكلات باكلها عادي. بس ليش عم تسألي؟ قلنا زمان ما التقينا، لهيك قلت لحالي ليش ما بنجتمع سوا على العشاء وبنفس الوقت بنتقرب من بعضنا أكتر، وبالمرة بتتسلوا بتغيروا جو عنا شوي. فكرة حلوة، أكيد نحن منتشرف. رح خبر الولاد يجهزوا حالهم بآخر الأسبوع. خلص لكن اتفقنا، بانتظاركم. تسلمي كلك ذوق. فير، صح كنا متفاهمين بس قلوبنا ما كانت مع بعضها وهالشي مو غلطك أبدا، بس صدقني لو ما أخذت هالقرار كانت تدمرت حياة الكل. استاذ خذ هالوردات، هديهن لحبيبتك وقلها انك بتحبها. حبيبتك بتستاهلهم. كنت غبية لما فكرت انه روهان مشكلة كبيرة او مصيبة بحياتي، بس بالحقيقة كان أحلى شخص بحياتي كلها، بس أنا يلي انتبهت متأخرة. فير؟ شو صاير فير؟ قل لي أنت منيح ابني؟ إيه ماما،
لكن ليش مبين عليك زعلان؟ كل شي منيح أمي، رجاء اتركيني لحالي شوي. فير، لو كان عن جد كل شي منيح ما كنت بتجاوبني بهي الطريقة. طيب ماشي، إذا ما بدك تحكي لي شوفي، لكن رح تحكي لي ميستي أكيد، رح أتصل فيها تجي تفهمني السيرة. ماما لا تتصلي فيها، هي ما بيهمها أنا بشو حاسس، ميستي ما رح تجي بعد هلأ، ما رح تجي أبداً. فير، أنت شو عم تحكي؟ معناتها أنتوا رجعتوا تخانقتوا ما هيك؟ آه؟ ليك فير، كلامك عم يخوفني. شو هالحكي اللي عم تقوله؟ ليش ما عاد رح تجي؟ أنا ما عم أفهم شي فير. واضحة ومفهومة ماما، ميستي ناهت علاقتنا، هي ما بدها نتزوج. المجلة كتير حبت الصور اللي أخدتها ببونا، ومو بس هيك حابين يوقعوا معك المشروع الجاي كمان. أنا ما بعرف شي إلا أنه ما فيك تروح، ما رح أسمح لك تروح من هون، أنا ما رح خليك تتركني وتروح، ما رح خليك تمشي. يلي بعرفه أنه لازم اسمع كلام قلبي ومشاعري تجاهك، وأكتر شي بعرفه هو إنه بدي يكون معك كل العمر. كون صادق هالمرة وواجه مشاعرك، أنت ما فيك تتركني هيك وتروح. ميستي حتى لو ما حكيتي كنت عم بتحمل الوجع، بس بعد ما حكيتي أنا مستعد لكل شيء. أنا حبيتك وما رح أتراجع، مستحيل أتركك لحالك أبدا، وشو ما صار مشاكل رح نواجهها مع بعضنا. نحن اتنين اخترنا طريق الحب، لهيك شو ما كانت النتيجة فأنا رح ضل معك ووقف جنبك. أنا رح أحكي مع فير لأنه هي مسؤوليتي. شو روهان؟ وين رايح؟ لازم نتفق بشروط المشروع الجاي. أنا رايح لأحكي بموضوع مشاعري، رايح لحل كل المشاكل، لازم أحكي كل شيء، والشغل بيستنى. فير، 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 افتح الباب لشوف. فير، معقولة تكون ميستي خبرت فير بكل شيء؟ ايه خالي؟ رهان، لو سمحت ابني تعال على البيت بسرعة، فير متضايق كتير ومعصب وما عم يحكي لي شيء. خالتي بصراحة أنا لا رهان، ما بدي اسمع شيء، بدي اياك تجي بسرعة لهون. يلا تعال أنا عم استناك. ماشي؟ يلا جاي. أنا ما فيني أتزوجك فير. شو يلي خلاك تنهي علاقتنا؟ الحب. فير، فير افتح الباب. فير، فير افتح الباب عم قلك.
بفهم شي ماما. شو يلي كان ناقص بعلاقتنا؟ ليش ميستي عملت هيك معي؟ ليش نهت علاقتنا وتركتني لحالي بنص الطريق؟ بس يا ابني هذا ما غلطك انت، هاي البنت هي اللي رفضتك، يعني هي الخسرانة. ابني انا بعرف انك كنت كتير بتحبها وهي ما قدرت حبك ومشاعرك. ليك ابني انا رايحة اسأل عيلتها لأعرف اذا عندهم فكرة شو عم تفكر بنتهم وشو عم يصير معها. انا رح اتصل براديكا هلأ، بس اذا طلعت ما بتعرف شي عن الموضوع ساعتها رح تبلش الأسئلة تطلع براسي، رح قوم دق لها فورا. لا ماما لا تعملي شي، معك حق تعصبي، بس العصبية رح تكبر الموضوع. لكن شو بدك يعني أعمل؟ شوف ابني تعبان هيك وقلبه مكسور وضل قاعدة ساكتة واتركه مقهور؟ آه؟ جاوب. واو عن جد بيتك كتير حلو روبي. حياتي ما تخيلت إنه يكون في مثل هالبيوت بالحقيقة. واو فيك تعتبري البيت بيتك، يلا قعدي. هدية للحلو. موبايل جديد؟ لإلي؟ ايه طبعاً. لمين جبته يعني؟ لأنه مليت من موبايلك القديم ومشاكله، لهيك جبت لك واحد. شكراً كتير روبي، شكراً كتير إلك. أنا ما بعرف شو رح تكون ردة فعله، كيف بدي خبره؟ يا ربي هلأ وقت موبايلي يخلص شحنه. روهان ابني جيت بوقتك، فيري كتير متضايق، شوفه بلكي بيحكي لك شي، بترجاك انت رفيقه الوحيد. طالما مولافير شايفة انه متضايق لهالدرجة معناها اكيد ميستي خبرته بكل شي. لو كنت مكانه كنت رح اتضايق كتير، اكيد صار معه صدمة بعد ما قالت له. اقل شي فيني اعمله هو اني اسمع شو رح يحكي واتقبل منه كل شي حتى لو سبني، لاني المسؤول عن اللي عم بيصير فيه. بس فير صدقني ما كان بقصدي، أنا حبيت ميستي من كل قلبي وماني ندمان، وما كنت عارفان إنه هيك رح يصير. لما بلشت حبها ما كنت بعرف إنه هي خطيبتك. بتمنى تشوف الموضوع من جهة تانية، تضحية هي حب كمان، ولازم تضحي بحبك كرمال سعادة ميستي. بعترف إنه الغلط غلطي أنا، وأنا السبب بكل شي صار، وعن جد كتير آسف. لو انه ميستي خبرته بموضوعنا فكان رح يكون غير هيك،
على القليل لازم لازم يقلعني بس يشوفني مو يضل قاعد. فير أنا بدي إلا ما بدي أسمع أي شيء. كنت أنا وميسي مقررين إنه نحن نتزوج، بس هلأ هي شافت إنه قرارها غلط، فجأة بكل بساطة بينتهي كل شيء. بدها إنه ننهي علاقتنا وأنا موافق، معها حق. فير أنا آسف كتير. على شو عم تعتذر؟ بعدين شو يلي زعجك؟ مو مشكلة، يمكن هاد نصيبي. لما علاقات الحب تصير هم ما بيعود فينا نتحملها أكتر. فير اسمعني شوي، ميسي ما خبرتك الحقيقة وانت لازم تسمعها لأنه قلت لك ما بدي اسمع اي شي. شو ما بكفي اللي قالت لي اياه؟ شو لسه في؟ وانا بحذرك ما بدي اسمع اي شي بخصوص ميسي بعد هلأ. شو ما كانت اسبابها ما عاد بيهمني الموضوع. بعدين تعال هون، شو رح استفيد اذا عرفت؟ اكبر حقيقة عرفتها بحياتي هلأ إنه أنا وميسي ما رح نتزوج، وهذا الشيء طبعاً برغبتها. فير بترجاك اسمعني. ما عم تسمعني روهان؟ ما ضل شيء لأسمعه، بترجاك فهمني. أنا حبيت ميسي كتير، بس المصيبة إني بعد ما حسيت حالي فزت بحبها فجأة بيطلع كله وهم بوهم وكذب. يا أخي ما توقعت إنه علاقتنا رح تكون قصيرة كل هالقد أو ما تكمل حتى. كنا كتير مبسوطين وما خطر لي إني رح أخسر ميسي نهائياً أو ممكن هي تتركني شي يوم. كتير صعبة روهان، ما تاكل هم يا أخي. أنا بعرف إنه مو هين عليك تشوفني عم توجع أو مكسور، بس أنا واثق إنه فيني استند عليك. صح ما بدي تزعل مني، بس يا روهان انت ما فيك تغير لي قدري ابدا. قدري ونصيبي مو ميسي. شكرا لانك سمعتني للاخر، بس ما عاد عندي حكي تاني لحتى اقوله ابدا. أو بتوقع حياتي ما رح توقف هون. فير اسمعني شوي. خلص روهان ما تاكل هم، بس لحظة. أو روهان أنا آسف، بس عندي اجتماع كتير مهم. يلا بشوفك. فير 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 اسمعني شوي. روهان لو سمحت، ما رح أقول عليك. لو سمحت روهان، مثل ما هي ما بيهمها أمري، أنا كمان ما رح يهمني أمرها أبدا. فير بدي شوفك ضروري كتير، لاقيني على الساعة 5:00.
بالحديقة المركزية، ماشي؟ لا تتأخر. ما رح تأخر. روهان، أنا خبرت فير إنه ما رح أتزوجه. ما كان بدي أكسر له قلبه هيك. أنا حدا حقير مو هيك؟ لا، أنا حقيرة وخاينة. لا ميستي، أنت مو حقيرة، بالعكس أنت حدا طيب كتير. شو ما صار ما نزنبك أبداً، ولا تشغلي بالك على فير، رح يتفهم لما بيعرف بحبنا وبمشاعرنا. أنا متأكد إنه رح يتفهم الموضوع. تعرفي ليش؟ لأنه هو كمان حب. ميستي، صدقيني اللي عملتيه هو الصح. يعني تخيلي لو إنه بعد ما تزوجتوا أنت وفير اكتشفتي إنه أنت ما بتحبيه ويكون فات الأوان، وقتها رح تكون خيانة. هي القصة فيها حياة ثلاث أشخاص، وإنتي أنقذتي حياة هدول الثلاثة من الدمار يا ميستي. بعرف إنك حاسة بالذنب لأنك بتتضايقي إذا حدا انجرح منك وما بتتحملي هالشي، بس وقت إنتي بتنجرحي أنا ما بتحمل هالشي. ميستي، أنا كنت رح أحكي مع فير، بس هو راح قبل ما خبره وأحكي معه بأي شيء، لأنه كان كتير معصب، وهو معه حق إنه يعصب لأنه جرحه لسه جديد. أعطيه شوية وقت، رح يكون منيح. ماشي، أنا بعرفه من لما كنا صغار، هو شخص منيح كتير وقلبه طيب كتير، وبس يصير الوقت مناسب رح أحكي معه وأشرح له كيف نحن منحب بعض، وأنا عندي ثقة إنه هو رح يتفهم.
أما أنت ما عملتي أي شيء غلط، لهيك لا تلومي حالك. بكفي بكي.